السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعات قناة وصفات الزهرة الوردية. كي دايرة الغيات على قلبي؟ كلشي هو هداك، كلشي مزيان. اول حاجة نقولها لكم، الا كنتو اول مرة كتشاهدوا القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش توصلوا ان شاء الله بكل جديد. الله ينوركم وينقي طريقكم من الشوك، والله يبعدكم من ما عداكم، واللي عندها شي امنية في خاطرها الله يحققها لها يا ربي العالمين. اللي بغات تزوج الله يزوجها بشي ولد الناس اللي تهلا فيها ويصونها، اللي عندها مشاكل ومغبون الله يفك عليها مشاكل الدنيا والآخرة، والله يفرج عليها كرب الدنيا والآخرة. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش ان شاء الله توصلوا بكل جديد. اليوم يا البنات واحد الحاجة، سمحوا لي بعدا الناس اللي كتقول لي بغينا نتواصلوا معاك وهاد الامور، راه تنخلي لكم دائما الايميل ديالي اللي بغى يسول على شي حاجة. مرحبا والف مرحبا، وردوا البال من دوك الارقام اللي كيكونوا في التعليقات، دوك الناس اللي كيكتبوا لكم ما عرفت الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، هذاك الشيء راه غير هضرة خاوية. ردوا البال ثم ردوا البال. اليوم هاد الوصفة اللي جا يعني طرحتها في القناة ولقات واحد التفاعل كبير، قلت علاش لا ما نعاودهاش لكم الناس اللي ما شافوش الفيديو. تمره واعره بزاف، وصفه بالتمر. كنحاول هاد الايام نعطيكم وصفات اللي ساهلين وبساط، يعني نظرا اللي يعني للناس اللي كتكون في الغربه كتقول لي دائما حشومه عليك اختي ورديه، ما كتفكريش شايفينا، ما هذا ما هذا، وانا مات لا ليا جهد. داكشي علاش كنحاول نرضي جميع الناس، وراه اي وحده كتبت تعليق راه تنشوفو، واي وحده كتبت لي شي تعليق راه كنحاول نقرا التعاليق كاملين يعني، واي وحده طلبتني على شي وصفه تنعطيها ليها. والله العلي العظيم ربي لي شعلي اللي تنفرح على دوك التعليق الايجابي. الحمد لله الناس اللي كنجح معاهم الوصفات، الله يعني الله لا يحاشمنا والله يسهل على الجميع. اليوم البنات الوصفه ما فيها لا حتى حاجه، فيها غير التمر، وماشي جوج كيلو ولا ثلاثه ولا اربعه، تمره واحده فقط. تمره واحده غتهنيك، غادي تجيب لك بركابي راكع عندك يبكي وينوح واخا يكون في البحر غاطس. يعني هاد الوصفه للحبيب العنيد، يعني واعره 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 بزاف. اللي عندها شي بركابي منفخ عليها ومتكبر عليها، جبت لك اليوم الحل. ما عندك ما ديري بشي حاجه، اليوم هاد الوصفه تهنيك من اي حاجه. تحتاج فيها تمره فقط، واحد التمره، تحتاج ورقه بيضه تكون صغيره، تحتاج القلم يكون احمر، يعني كتعرفوا اللون الاحمر في يعني الطاقه الروحانيه واعر بزاف، يعني ضروري تشوفوا القلم يكون احمر اذا ما عندكمش المدد الروحاني بالطبع. وكنحتاج واحد المجمر باش نحرقوا هاد التمره، ولا ما عندكمش شي المجمر راه يمكن تحرقيها غير فوق البوطه، يعني البوطه تاع الطعام تحرقي هذيك التمره. وكنحتاجوا كذلك شويه العسل، شويه العسل. نبداو على بركة الله. كيف ما قلت لكم الحبيب العاني ديرها المرأة المتزوجة لراجلها اللي معفر عليها، حيت شحال من الرجال الله يهديهم كتلقاهم معفرين ما تيعطو قيمة للمرأة ما حتى حاجة، وديرها لبنت اللي لخطيبها، ديرها لبنت اللي لصاحبها، يعني راه واعرة بزاف. كنهزو تمرة، من الأحسن يكون تمر زوين يعني تمر نوعية جيدة. كنهزو تمرة كنحيدو لها النوى، كنحيدو النواة، كنهزو التمرة بحال هكا كنفلحوها بحال هكا. نتمنى هادشي يكون باين واضح ليكم بحال هكا. كنهزو ديك الورقه كنكتبو فيها هاد الكلام، نتمنى انكم تكونوا كتقيدوا معايا حيت ما كنلقاش الوقت باش نكتب ليكم. حرقت شهوتك يا فلان ولد فلانة، حرقت شهوتك يا فلان ولد فلانة على محبة فلانة بنت فلانة، حرقت شهوتك يا فلان ولد فلانة على محبة فلانة بنت فلانة. سمعوا، حرقت شهوتك يا فلان ولد فلانة على محبة فلانة بنت فلانة، يعني حاجة سهلة وبسيطة، يعني هادشي اللي كنكتبو في وسط الورقه. تنهزو ديك الورقه، حرقت شهوتك يا فلان ولد فلانه على محبه فلانه بنت فلانه. شوفوا مزيان الناس اللي ما كيفهموش هضرتي، حرقت شهوتك يا فلان ولد فلانه على محبه فلانه بنت فلانه. كنطويو ديك الورقه بحال هكا، يعني الورقه راه تكون صغيره، انا غير كبرتها باش الكتابه تقاد ليا فيها. وهاد الوصفه البنات الشروط ديالها التحصين، وعملوها البنات من الاحسن عملوها جميع الايام باستثناء الاربعاء والسبت. تندرو بحال هكا وسط ديك التمره
وكنزل المكون اللي كنحتاجو، كنقول لكم دائما ضروري نجيبو لكم باش تشوفوه. كما قلت لكم، يا تحرقوا التمره وسط مجمر بحال هذا، الا ما كانش شي متوفر عندكم حرقيها فوق العافيه، بعد داك الشيء المشكل راه باقي ما سالينا الوصفه. تصدق دابا دابا شي وحده دايره الوصفه وتصدق ما صدقاش ليها ولا شي حاجه. تنهزو شويه العسل الحر بحال هكا، تندهنوا فيه ديك التمره مزيان، تندهنوا مزيان ديك التمره بالعسل. العسل البنات يكون حر من الاحسن، تقدر دير داك العسل العادي، ولكن دائما كنقول لكم انا شنو هو احسن حاجه. هاي ديك التمره عمرناها مزيان بالعسل بهذه الطريقه، ودابا غنشعلو المجمر مزيان، نشعلو المجمر مزيان ونحطوها فيه تحرق. وهي البنات هاد ومن احسن الوصفه البنات ديروها بعد صلاه العشاء يعني في الليل، وديروها في جميع الايام باستثناء الاربعاء والسبت، تكوني على طهاره والنيه والحاجه مقضيه، وديها في شي بلاصه يكون فيها الهدوء. والتمره كتحرق، والتمره البنات وهي كتحرق وانتي كتقولي هاد الهضره سبعة المرات ومع النيه الخالصه، وانت كدير هذه الوصفه تكوني اول على الطهاره وتكوني دايراها يعني تقولي غتنجح معايا، يعني راه سبحان الله الطاقه ديال يعني ملي كتكوني مؤمنه بهذه الوصفه كتنجح معاك، يعني الطاقه ديال الجذب. دائما الحاجه ملي تبي ديريها ديريها وانتيا ضاحكه فرحانه لابسه حوايج مزيان نقيين، باش انت كتعملي ديك الوصفه كتخدميها وداك الشخص كيشوفك بديك الطريقه. كيف ما قلت لكم، وانت كتحرك ديك التمره هي كتحرق، وانت كتقولي سبعة المرات عيطت على الجن والجنيه من كل مكان يحضروك ليا في الحال، يا فلان ولد فلانه باش تجي راكع لفلانه بنت فلانه. عيطت على الجن والجنيه من كل مكان يحضروك ليا في الحال، يا فلان ولد فلانه باش تجي راكع لفلانه بنت فلانه. كنقولوا هاد الكلام سبعة ديال المرات، كنقولوا هاد الكلام سبعة ديال المرات وهي كتحرق التمره. عيطت على الجن والجنيه من كل مكان يحضروك ليا في الحال، يا فلان ولد فلانه باش تجيني باش تجي راكع لفلانه بنت فلانه. مثلا شي وحده قالت لك واش يمكن الوصفه تعملها ليا امي ولا اختي، تقدر تعملها ليك، ولكن في القراءه الاخيره اللي كتقولي سبع مرات تقول عيطت على الجن والجنيه من كل مكان باش يحضروك، باش تقوليش ما يحضروك ليا، باش يحضرو باش تحضروه ليها هي في الحال، يا فلان ولد فلانه باش تجي راكع لفلانه بنت فلانه. يعني كتبدلي ديك العزيمه بلاص ما تقولي ليا كتقول ليها، يحضروك ليها، فهمتوني؟ الوصفه سهله وبسيطه، ما تعكزوش شي عليها وتخلوها تحرق مزيان، راه واعره بزاف. وداك الرماد اللي كيشيط ليكم هزوه خبوه في شي بلاصه تتخرجوا، ولوحوا في شي بلاصه تكون خضراء. الله يسهل عليكم والله يسر لكم اموركم حبيباتي، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، والله ينور طريقكم يا رب العالمين.